مرحبا، أنا غدير جديد مدير فريق البيولوجيا بالباحثون السوري. بهذا الفيديو رح جاوب على بعض الأسئلة اللي وردتنا عن فيروس كورونا المستجد من ناحية البيولوجية. السؤال الأول كان: كيف يكون الفيروس كائن غير حي ولكنه يعرف اختيار الوسط الذي يتكاثر فيه؟ هذا السؤال كتير حلو ومهم. نحن نعرف انه الفيروسات موجودة بالمنطقة الرمادية بين الكائنات الحية والأشياء غير الحية، فهي خارج الخلايا الهدف ما أنا قادرة انه تتضاعف وتنتج فيروسات جديدة، بس متى ما فاتت على الخلية الهدف بتسيطر على المادة الوراثية تبعيتها وبتوظفها لإنتاج المزيد من الفيروسات. حتى يتعرف الفيروس مثل فيروس كورونا المستجد على الخلية الهدف، فهو فعليا بيكون عم يتعرف على مستقبلات على سطح الخلية. بحالة فيروس كورونا المستجد فهو عم يتعرف على مستقبلات اسمها الـ ACE2 وباستخدام بروتين هو الـ Spike بروتين. سؤال: هل ينتقل الفيروس بالهواء؟ بمعنى هل إذا مشيت بمنطقة مثلا كان فيها مريض ممكن تنعدم؟ الفيروس لحد هلأ ولحسن الحظ من المعروف أنه بينتقل عبر السعال عبر العطاس، وهو فعليا بيكون محمل ضمن قطيرات دقيقة تخرج عند السعال والعطاس، وهي اللي عم تنقل هذا الفيروس. طيب، هي القطيرات ما بتضل معلقة بالهواء، هي تقيلة نسبيا فبتسقط على الأرض بعد فترة قصيرة من خروجها من الجسم، فلهيك لحد هلأ معروف أنه ما بينتقل عبر الهواء. بعد بقائنا في المنزل مدة شهر وبعد انحسار الفيروس، هل يبقى الفيروس في أجسام الحيوانات والحشرات؟ هل تنقل الحيوانات الأليفة فيروس كورونا؟ حتى اليوم ما في دليل على وجوده بأجسام الحشرات وانتقاله عن طريق الحشرات. كان في مخاوف أنه ينتقل عن طريق البعوض، بس لا، ما بينتقل عن طريق البعوض. بالنسبة للحيوانات الأليفة، تسجلت حالات انتقل فيها فيروس كورونا المستجد من أجسام المصابين للحيوانات الأليفة تبعيتها. هذا الشيء عمل كتير مخاوف، بس لحسن الحظ لسه ما في أي حالات عن انتقاله من الحيوانات للبشر. الطريقة الأساسية لانتقاله لحد هلا هي بين البشر من إنسان لإنسان. ما معنى موجة ثانية للفيروس؟ ولماذا تحدث؟ وما مواصفات الفيروس المسبب لهذه الموجة؟ هلا التعبير الأصح هو موجة ثانية لانتشار الفيروس. فعلياً مثل ما عم نشوف هلا، الصين تقريبا سيطرت على انتشار الفيروس ضمن اراضيها، والحالات الجديده هي حالات لاشخاص وافدين برا عم يكونوا مصابين بالفيروس. المخاوف الموجوده حاليا انه مثلا بحاله الصين انصاب 80,000 شخص بالفيروس، بس لسه في معرض مثلا عده مئات من الملايين معرضين للاصابه بالفيروس كونه ما عندهم مناعه وما انصابوا فيه من قبل. بالتالي اذا كان في تراخي بالاجراءات الصحيه، اجراءات الحجر الصحي، وبنفس الوقت اجت حالات جديدة، في احتمال انه يصير تفشي جديد للمرض، موجة ثانية لانتشار المرض من اول وجديد. يعني التراخي بالاجراءات مع وجود حالات جديدة ممكن ينشر المرض ضمن الاشخاص المعرضين له. هل يبقى الفيروس بعد موت الشخص المصاب؟ وما هي تلك المدة؟ من غير المعروف حاليا قديش المدة اللي بضل فيها الفيروس ضمن جسس المصابين، بس تسجلت مؤخرا حالة لانتقاله من جسة لأحد العاملين بالمجال الصحي. لهيك طبعا من ضروري اتخاذ كافة إجراءات الحماية والوقاية أثناء التعامل مع جسس الأشخاص المتوفين جراء فيروس كورونا المستجد. ما هي المدة المتوقعة حاليا لبقاء الأجسام المضادة في الجسم بعد الإصابة؟ بمعنى هل سنكتسب مناعة دائمة أم لا؟ هلا هذا السؤال كتير حلو وكتير مهم، لأنه له علاقة بعدين بتطوير اللقاح المضاد لهذا الفيروس. لحد هلا طبعا يعني ما مرت شهور كافية حتى نعرف قديش على المدى الطويل بتضل الأضداد بأجسام المتعافين من فيروس كورونا المستجد. اللي بنعرفه لحد هلا إنه أجسام أغلب المصابين اللي طابوا تولدت أضداد ضد هذا الفيروس، وإنه هي على الأقل عم تضل أسبوعين بعد الشفاء من الفيروس بالجسم. ليش بتضل على المدى الطويل لسه مو معروف، بدها دراسات زيادة، بس الباحثين عم يقارنوها بفيروسات كورونا الثانية مثل الفيروسات اللي بتسبب الجريب الموسمي وفيروس كورونا اللي عمل مرض السارس. بالنسبة للفيروسات اللي بتسبب الجريب الموسمي، الأضداد تبعيتها ما بتضل مدة طويلة،
لهيك بنشوف انه كل سنه ممكن الواحد ينصاب بالفيروس. بالنسبه للضاد الموجه ضد فيروس كورونا المسبب للسارس، فلحسن الحظ بتضل سنتين لثلاث سنين. وبما انه الماده الوراثيه لفيروس كورونا المستجد مشابهه كثير للماده الوراثيه لفيروس كورونا المسبب للسارس، فالعلماء متفائلين انه يمكن تكون الاضداد الموجهه ضد فيروس كورونا المستجد بتضل بالجسم فتره طويله. مستقبلات الاي سي اي الموجوده بالامعاء هي السبب ان الفيروس ممكن ان يسبب الاسهال، وكم سلاله موجوده للفيروس. فعلا حسب دراسه اوليه مستقبلات الاي سي اي 2 الموجوده نفسها بالجهاز التنفسي واجزاء من الجهاز الهضمي مثل الامعاء الدقيقه ربطت بالاعراض الهضميه اللي بتسبب فيها فيروس كورونا المستجد. كم سلاله في للفيروس؟ حاليا في سلالتين كبار معروفين لفيروس كورونا المستجد، وكل فترة عم تطلع ممكن سلالات جديدة، عم يصير في تحوير على المادة الوراثية لهذا الفيروس. بس لحسن الحظ لحد هلا الاختلافات بين السلالات طفيفة، ما أنا مخيفة لحد الآن.